بنتمنى طبعا ان الروح الرياضيه دي تبقى موجوده ما بين الفرق كلها يعني. احنا بنشيد موقفهم بالظبط. اه طبعا يشكر طبعا اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه، حاجه بصراحه حاجه محترمه جدا، ويا ريت ان هي تتكرر دايما في الملاعب عندنا. نرجع للمباراه بتاعتنا النهارده، يعني زي ما قلت لك يا كابتن ايمن، المباراه متوسطه المستوى، يعني في فرص كتير ضايعه. كنت اتمنى ان النادي الاهلي النهارده ان هو يستغل المباراه النهارده، ان انت راجل يعني خلاص واخد الدوري وبتحتفل النهارده مع جماهيرك بحصولك على الدوري. كان يعني كنت اتمنى النهارده ان احنا نحرز الثلاثه بونت النهارده، لكن بعد برضو يا كابتن في لعيبه برضو يعني عارف يا كابتن علاء ان اللعيبه خلاص انت واخد الدوري نازل النهارده، حتى بانت في بعض في لمسات بعض اللعيبه ان انت يعني مش هقول ان هو ماتش شو، لكن برضو في يعني في راحه كده. اه بالظبط، يعني اه بالظبط، مفيش تركيز النهارده زي الماتشات اللي فاتت، مفيش عليك ضغط طبعا. نادي مصر المقاصه طبعا كان ممكن النهارده ان هو يخطف المباراه في اوقات كتير جدا. النهارده عمرو مرعي راح انفراد، النهارده فوافي برده راح في واحده كان ممكن يخلص فيها المباراه، لكن هنقول في الاول والاخر هي مباراه يعني مش عايز اقول تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن انت وراجل خلاص حسمت الدوري رسم النهارده. اتمنى من الراجل الفتره اللي جايه ان هو يحاول يعتمد على 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 الناس اللي ما بتلعبش باستمرار، الناس اللي راجعه من الاصابه النهارده. حسين الشحات كنا نتمنى ان هو يبقى موجود، وموجود في القائمه على فكره، وكنا نتمنى ان هو النهارده ياخد، حتى لو هياخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه كانت هتفرق معاه جدا. النهارده كهربا بدا ياخد شوط اكتر من الاول، الاول كان بيلعب برده يعني دقائق بسيطه. النهارده السوليه الشوط الاول يعني الراجل عمل شوط من احسن الشوط اللي عملها من ساعه ما جه النادي الاهلي، بيلعب بمزاج النهارده، تحس ان هو مزاجه رايق، بيشتغل كويس، عمل كام اسيست، عمل شوط على جول. يعني زي ما قلت لك يا كابتن ايمن كتوتال المباراه يعني شايف ان هي متوسطه المستوى النهارده، مش هي دي يعني روح النادي الاهلي ان انت بتلعب. يعني كابتن ايمن بص، النادي الاهلي معودنا دايما حتى لو انت واخد بطوله بتنزل كانك لسه البطوله ما خلصتش، بتلعب على 3 بونت، لازم تكسب، مفيش حاجه اسمها انت يعني. انا افتكر مستر مانويل جوزيه لما خدنا الدوري في سنه لما كنت موجود مع النادي الاهلي، خدنا دوري يا كابتن علاء، تاني يوم مفيش احتفالات، مفيش اي حاجه، بنركز في الماتش اللي بعده. الراجل بيبقى عارف نوعيه اللعيب المصري يا كابتن ايمن، ان انت لما بتاخد بطوله خلاص عارف ان انت بقى بتريح، وبيبقاش فيه تركيز، وبيبقى فيه حته اللي انت خلاص الموضوع البطوله، خدت البطوله، فممكن ان انت الموضوع بالنسبه لك خلاص ما بيبقاش فارق معاك. لكن مستر جوزي كان دايما بيجي بعد البطوله دايما بتلاقيه بيعنف اللعيبه، بيقول لك لا احنا خلاص البطوله دي صفحه واتقفلت، نركز في اللي جاي. وده اللي كنت متوقعه النهارده، وكنت محتاج ان انا اشوفه النهارده في لعيبه النادي الاهلي. لكن برضو الضغوطات اللي موجوده على اللعيبه الفتره اللي فاتت، والماتشات الكتيره اللي كل 3 ايام ماتش او 4 ايام ماتش، فدي برضو ممكن تكون مؤثره النهارده على بعض اللعيبه. فاتمنى زي ما قلت لحضرتك ان الماتشات اللي جايه نشوف الناس الجديده، والناس الناس الصغيره حتى الناشئين، في ولاد ناشئين موجودين، اتمنى ان هم يشاركوا الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا باذن الله يسهل، والراجل يبدا يحط القوام الاساسي او التشكيل الاساسي المناسب لماتش الوداد ان شاء الله.